هذا الختام الكبير وضمن هذه الأشواط هنا في ختام مهرجان اللبسة ومهرجان أم القوين، ينطلق الشوط الثاني في سباق مساء هذا اليوم. هو يعتبر شوط رئيسي لإذاع أبناء القبائل. جائزة هذا الشوط للمركز الأول، هناك كأس غالي يحمل اسم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. بالإضافة إلى الكأس هناك أيضا سيارة ثمينة جميلة للغاية مقدمة من سمو الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس بلدية عجمان والتخطيط. شكرا لسموه الكريم. المسافة هي المقررة 5 كيلومترات، وهنا 6 أشواط، شوطين خصصا للإذاع، شوطين وخصصا أيضا للقاية، وشوطين آخرين لسن الحجايج. نسير إلى مقدمة الشوط وأرى اللي في المركز الأول، هنا مياسة، مياسة اللي استفتحت أيضا الإذاعة لسعيد بن عدي بن علي بن هلال الأغفلي، خذت المركز الأول. ننتقل مباشرة إلى نشرة لعامر بن حمد بن محمد بن عوض المنصوري. ننتقل مباشرة إلى الظبي، ظبي الفلا رمز العطاء معنى الوفاء، تأتي في المركز الثالث لسلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي. ننتقل مباشرة إلى سرابة لسهيل بن سالم بن حمرور العامري، والمركز الخامس أصبح من نصيب ضجة لسالم بن سعيد بن منانة السويدي، والمركز السادس أصبح من نصيب أريام لعلي بن سهيل بالغصنة العامري. يا سلام يا سلام، أسامي قوية وشعارات متميزة، وهناك أيضا شعارات لم تدخل عالم الإذاعة. انتظروا المفاجآت الكثيرة والعديدة في هذا الشوط، شوط الكأس لأبناء القبائل لسن الإذاعة. هناك أسامي أيضا أراها بالعين المجردة لم تصل إلى عالم الإذاعة، واللي يبغي الإذاعة ينضم إلى ركب المقدمة. ونعود إلى مقدمة الشوط، وهنا اللي غيرت النتيجة، نشرة اللي أيضا سيطرت على الموقف، سيطرت على مجريات الأمور في هذه اللحظات. والملكية لعامر بن حمد بن محمد بن عوض بن عفصان المنصوري. يا مرحبا يا بن عفصان. النقلة التالية على ضجة 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 لسالم بن سعيد بن منانة السويدي، أيضا لها دور بالمنافسة، منافسة قوية أتت للمشاركة وعينها على الكأس، الكل يتمنى الكأس. نعود إلى المركز الثالث، هنا سرابة، ومتى ستتسرب سرابة إلى موقعها الحقيقي وإلى موقعها الصحيح لسهيل بن سالم بن حمرور العامري. المركز الرابع أصبح من نصيب الشاهينية، والشاهينية تعود ملكيته لعلي بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وأول إذاعة لها أيضا منذ البداية. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس، وأرى هنا أريام لعلي بن سهيل بالغصنة العامري. والمركز السادس هنا غنايم وصلت بدورها وتبغي لها مراقبة لعبد الله بن خلفاء بن سالم بالشاوي الأغفلي. في هذه اللحظات هي في المركز السادس. الله 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 الله. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا عبر دبي ريسنج، الناقلة الحصرية لهذه الأشواط الجميلة من ميدان اللبسة، وصوتا أيضا هناك إذاعة أم القيوين. الله الله، نعود إلى ضجة ضجة، بسوي ضجة كبيرة للغاية. ضجة لا زالت مسيطرة على الموقف، ونحن نقترب من لوحة الكيلومترين. أي قطعنا 3 كيلومترات وما تبقى إلا 2 كيلومتر، وضجة ضجة ضجة، ولكن ينخطف من نشرة غيرت ورفعت نشرة التهديد. نشرة خذت المركز الأول، ونشرة الناموس، هذه نشرة لعامر بن حمد
بن عفصان بن عوض المنصوري. يا سلام يا سلام يا بن عفصان، الله أتى للمشاركة من الوثبة. هنا ضجة، هنا ضجة لسالم بن سعيد بن منانه السويدي، أيضا ما طاعت تسلم، ما طاعت تسلم، أيضا منافسة قوية. المركز الثالث، هنا المركز الثالث، سرابة، سرابة تعود ملكيتها لسهيل بن سالم بن حمرور العامري. المركز الرابع، المركز الرابع الشاهنية لعلي بن خلفان بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز الخامس، المركز الخامس اللي تدخلت غنايم، غنايم غنايم غنايم، أيضا لتعود ملكية غنايم لعبد الله بن خلفان بن سالم بالشاوي الغفلي. والمركز السادس أصبح من نصيب أريام لعلي بن سهيل بالغصنة، بن غصنة العامري. يا سلام، الله الله الله، لمن الكاس، لمن الكاس، الكاس وهذا الشرف الكبير، هذا الشرف، هذا الشرف اللي أيضا ما بعد شرف، يحمل اسم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، هو الذي أيضا يدعم مثل هذه الانطلاقات، يدعمها بكل غال ونفيس. شكرا يا أبو راشد، شكرا يا أبو راشد. نعود، نعود إلى ضجة، نعود إلى ضجة لسالم بن سعيد بن منان السويدي في المركز الأول. هي الأقرب، هي الأقرب إلى الكاس، هي الأقرب إلى الكاس. المركز الثاني أصبح من نصيب، هنا هنا سرابة لسهيل بن سالم بن حمرور العامري. المركز الثالث أريام، أريام 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 لعلي بن سهيل بن غصنة العامري. المركز الرابع، المركز الرابع هنا الشاهنية لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي. غنايم، غنايم تبغي تأتي بالغنايم، غنايم خذت المركز الرابع لعبد الله بن خلفان بن سالم بالشاوي الغفلي. الله الله، ياهو شوط، ياهو شوط، ياهو شوط، الله الله الله. يا سلام يا سلام يا المتحدي، المتحدي صدق المتحدي، حينما حينما تحدى هذا هو المتحدي، هذا هو المتحدي. يا سلام يا ضجة، ضجة انفردت بالمركز الأول لسالم بن سعيد بن منانة السويدي، اتجهت إلى الكاس، الكاس لضجة، وضج الكاس، وهذا الشعار المتميز دائما والمتحدي سالم بن سعيد بن منانة السويدي. هذه لحظات الوصول، تهانينا والناموس. المركز الثاني سرابة لسهيل بن سالم بن حمرون العامري. المركز الثالث أريام لعلي بن سهيل بن غصن العامري. المركز الرابع غنايم لعبد الله بن خلفان بالشاوي. المركز الخامس الشاهيني لعلي بن خليفة بن رشيد. المركز السادس وصلت في نشرة لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء، والكأس اتجه إلى ضجة وإلى سالم بن سعيد بن منانة السويدي. ألف مبروك، ألف مبروك لسالم بن سعيد على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز الكبير لضجة، حيث أنها قطعت المسافة في زمن وقدره. التوقيت الزمني، توقيت صاحبة الكاس، صاحبة الكاس في شوط أبناء القبائل الإذاع، هي ضجة، ضجة أثبتت وجودها بكل قوة وبكل جدارة، واستطاعت أنها تحصل على المركز الأول وتحصل على الناموس وعلى السيارة وعلى الكاس، الكاس، هذا الشرف الكبير، هذا الشرف الكبير. هنا يحمل اسم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، حيث ايضا ايضا سموه الكريم يدعم هذه الانطلاقات بكل غال ونفيس لنجاح هذا المهرجان. وشكرا نقول لابو راشد، شكرا لابو راشد، شكرا لقيادتنا الرشيدة على هذا الاهتمام بهذه الرياضة وبهذه العادات والتقاليد التي توارثناها من الآباء والأجداد. والتوقيت الزمني سبع دقائق، سبع دقائق، سبع دقائق. التوقيت سبع، التوقيت الزمني سبع دقائق.
50 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية اللي هو أيضا توقيت ضجة. تهانينا لسالم بن سعيد بن منان السويدي اللي وصلت خذت المركز الثاني. سرابة قطعت المسافة 7 دقائق 53 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك سرابة سهيل بن سالم بن حمرور العامري اللي جت في المركز الثالث. اريام لعلي بن سعيد لعلي بن علي سعيد بن قصنة العامري 7 دقائق 54 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس.